حضرتك على الهواء. تفضل ابو بكر. الو تفضل. ايوه هو التلفزيون حاضر ثانيه واحده. انت على التلفزيون دلوقتي حبيبي على الهواء. تفضل وطي معاك فن. يا مرحبتين حبيبي. ازيك يا ابونا عامل ايه؟ انا بشكر الهي وان شاء الله انت تكون بخير يا ابو بكر. الله يبارك فيك، انا كلمتك قبل كده ربنا يباركك. اهلا وسهلا يا مرحب. وكلمت والاخت هدى السلامي ليها ربنا يباركها. تعيش. انت احكي لنا ايه ده ابو بكر، كلامك اسلوبك كده جميل يعني، اتفضل. ايه حكايتك؟ انا كلمتك على برنامج معرفة الحق. اه. الساعة 3. اها. طب فكرنا وفكر وفكر المشاهدين، فكرنا. اقول لك حاجة. اتفضل. كانت الحلقة 176. ايوه. وقلت لحضرتك ان انا تركت الاسلام يوم ما حدث الثورة. اه حلو قوي. وكلمتك على الحلقة برضو 179 كنت اتأخرت. ايوه. وكلمتك على 179 ووضحت الأسباب اللي أنا تركت فيها الإسلام. حلو خالص. حلو. ومن ساعتها وأنا عايز أتكلم مع حضرتك، بس الأرقام اتغيرت تقريباً بعد ما نزل على ماي السات، لأنه كان على البرد الأول. اه. صح. فنزل على ماي السات فالأرقام اتغيرت. طب حلو حبيبي، إحنا بنرحب بيك. بنرحب بيك أبو بكر، اتفضل حبيبي، اتفضل. الله يبارك فيك. فكر المشاهدين ازاي ربنا لمس قلبك الاول قبل ما تشارك باللي انت عايز تقوله، اتفضل. في الثوره بتاعت يوم 25 يناير 2011، هقول باختصار عشان عايزك تتكلم في مواضيع كتيره. حلو حبيبي. بس حضرتك بتطلب مني ان انا ارجع للاول. اه حاضر. لا دي مش محسوب، مش محسوب عليك اللي انت، لا اللي انا طلبته ده مش محسوب عليك. يعني انا يعني هحاول ان انا ما اكترش على اساس ان في ناس ثانيه عايزه تتواصل برضه. معلش. الله يباركك ويبارك مشاعرك، اتفضل. الله يباركك يا رب. فقلت لحضرتك تركت الاسلام يوم الثوره لما لقيت ان المسلمين في البلاد الاسلاميه بيموتوا بعضهم، ما عملوش الانجليز ولا الفرنسيين ولا اليهود اللي في فلسطين، عملوا في المسلمين مثل ما عمل المسلمين في بعضهم. ده صح، برافو. صح. يعني الانجليز لما احتلوا مصر ما اغتصبوش بنات مصر. صحيح صحيح. ما اغتصبوش بنات الجزائر، ما اغتصبوش بنات ليبيا. صح. ولكن المسلمين عندهم في التشريع ان هم لما يسطوا على بلد ثانيه من حقهم في التشريع ان هم يسطوا على بنات الاخرين. ده صحيح. السبايا ما عملوش الانجليز ولا عملوا اليهود ولا عملوا الفرنسيين ولا الالمان. ده صحيح صحيح، برافو عليك. برافو. دي كان هي موضوع كبير ودخلت في 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 مواضيع الغزوات الاسلاميه وغزو الصفين وعلي بن ابي طالب مع معاويه بن ابو سفيان، و70 الف واحد ماتوا في اسبوع بين صح. بين المسلمين وبين بعضهم. صح. وخدعه عمرو بن العاص بينه وبين ابو موسى الاشعري في غزو الصفين. ايوه. وقبلها غزوه الجمل. صح صح. عائشه. فده الموضوع اللي خلاني اسيب الاسلام، اني لقيت في التاريخ الاسلامي حاجه فلاش نور في دماغك. الله يبارك. خاصة في غزوة المسلم اللي عايز يقرا يقرا بالذات في غزوة الجمل وغزوة الصفين وما بعده النهروان، يشوف ازاي المسلمين موتوا بعضهم بالالاف علشان الحكم. صح. اي مسلم عايز يعرف الحق يقرا تاريخ الصحابة في قتلهم البعض بعد موت النبي على اسراء الحكم. صحيح صحيح. ده الموضوع اللي فات اللي انا ايه اطلعت عليه. انا خريج ازهر زي ما قلت لك. كويس حبيبي. وانا ذهبت الى افغانستان سنه 90. اه. بعد ما اتخرجت من الازهر. اه. افتكرتني؟ اه اهلا. اي صح صح، يعني خريج ازهر. وارهابي سابق. ارهابي بدرجه ممتازه يعني، ما عنديش فكره يعني. نشكر ربنا انه بيصطاد السمان، يعني حاجه كبيره يعني، الحمد لله. الله يباركك. وعشان اوضحك برضو للمتصلين عشان خاطر في كلمات سر هم عارفينها وانا عارفها. كلمات السر هي جبهه المجاهدين العرب في افغانستان. ايوه. عبد رب الرسول سياف. اه. وبرهان الدين رباني وقلب الدين حكمت يار. صح. وجميل الرحمن وعبد الرشيد دستم. ايوه. دول كانوا جبهه المجاهدين العرب
والافغان في افغانستان ضد الروس سنه 90. صح. وكنا نطلق عليهم في الصباح صواريخ على 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 السوفييت، صواريخ نسميها اذكار الصباح. بالليل نطلق عليهم صواريخ نسميها اذكار المساء. دي كلمه السر عشان ما حدش يقول لك ايه ده مسلم ده مسيحي ده يدعي بتاع، لكن انت بتجيب كلمات السر نفسها لتتعامل ده. كلمات السر عشان ما حدش يعلق يقول لك ايه ده مسيحي، اصل اللف والدوران في المشايخ الاسلاميه يعني ايه لف ودوران. حدث ولا حرج. عندنا في مصر يقول لك ايه كلمه مش عايز اقولها عشان عيب، عشان خاطر التلفزيون، يقول لك تكلم الوحده نقط الهيك واللي فيها تجيبه فيك. مظبوط، ده مثل مشهور ولو انه قليل الادب لكن حلو قوي. صح. ما هي النقط دي بقى يحطوها تكلم الواحد المراه الكذا الكذا الهيك واللي فيها تجيبه فيك. هو كده بالظبط، برافو عليك، صحيح. الله يبارك فيك. نتكلم في الامور اللي انا كنت عايز اكلمك، كل ده يعني ايه كان تبسيط للمواضيع القديمه، بس انا اكلمك في المواضيع الجديده. طيب اتفضل حبيبي ابو بكر. حضرتك بعد ما نزل البرنامج المعرفه الانفادي على ناسا، ايه الاقي ان حضرتك بتتكلم في ان احنا بنرد على المسلمين، حضرتك بترد على المسلمين من واقع محبتك. ايوه محبتك انت ليهم. ده صح صح تمام. طب ما انا عندي حاجه ثانيه. اتفضل. احنا بنرد على الاسلام بالغلط نتيجه الغلط اللي هم بيغلطوه في الناس. طيب انا شفت سمعت كتير الاخت حنان، سمعت دلوقتي الاخ نادي واخوان كتيره، وكان في واحد بيجي اسمه يوسف. ابو يوسف. نعم. يقول لك الاسلام ما غلطش في الاديان الاخرى، ليه انت يا ابونا؟ طبعا وبعد ما بيقول ابونا بيقول كلام قذر ما يتناسب مع الاسلام. انت يا ابونا بتغلط في الاسلام مع ان الاسلام ما غلطش في المسيحيه او في المخالف. لا، نقول الاسلام غلط في ايه؟ في المخالف. صحيح صحيح. الاسلام غلط في المخالف لما قال الذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. مظبوط. شبه الكفار بالانعام. صحيح. بهايم. الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. صحيح صحيح. ليه انت بتقول على ناس تانية انها حمير؟ وبهايم. مثلهم كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. ما انت بتشتم الناس المخالفين ليك. ايوه. والآية بقى الكبيرة. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين. هذا مظبوط مظبوط. تسميت المشركين بالنجس. صحيح. طب لما يجي المشركين يتكلموا واليهود يتكلموا والمسيحيين يتكلموا على دينك، بتزعل ليه؟ ما انت شتمتهم في الأول. صحيح. هي بقى مش موضوع بقى محبة، معلش منها وجهه نظر انا بعد اذن وجهه نظر حضرتك. ايوه من وجهه نظري انا انت شتمت الناس فالناس بترد عليك الشتيمه، بس مش شتيمه وحشه، لا بشتيمه من الكتب بتاعتك. شبهتهم بالكلاب. شبهتهم بالحمير، شبهتهم بالانعام كالابل والبقر والجاموس. شبهتهم بالنجاسه. حقهم ان هم يردوا. صحيح صحيح. دي الرسالة الأولى. كويس حبيبي. فأرجو أي متصل مسلم يمنع اتصال يقول فيه إيه؟ أنت بتشتم المسلمين ليه؟ هو المسلمين شتموك؟ المسلمين شتموك، أهو الآيات أهي. صحيح صحيح. وأنا برد عليهم. مظبوط. إيه الرسالة الثانية؟ أيوه. من البوذيين للمسلمين. أيوه. احنا بنشوف دلوقتي البوذيين على الفيسبوك ان كل الفيديوهات اللي نازله انظروا ماذا يفعل البوذيين بالمسلمين. وجايبين حرايق للمسلمين او البوذيين بيقطعوا اجساد المسلمين. أيوة. البوذيين بيرموا اجساد المسلمين للطيور تاكلها وكده. ايوه. يا ترى مين اللي بدا بالعداوه؟ ما احنا ندور زي العين وبالعين والسن بالسن والجروح والقصاص.
ندور برضه مين العين بالعين والسن بالسن والجلوح القصار. ايوه. السبب عشان تعرفوا يا اخواننا المسلمين، هم المسلمين كيف الموضوع؟ ان المسلمين راحوا في طالبان في افغانستان، كان في تمثالين للاله بوذا اللي بيعبدهم البوذيين، راحوا حط فيهم متفجرات وفجروهم. ده صحيح، ده صحيح. فما كان من البوذيين ان هم بيردوا، ازاي انتوا تقتلوا التماثيل بتاعت الهتنا؟ هم حرين بقى يعبدوا الاله بوذا، يعبدوا الاله اللي هم عايزينه، هم حرين. ايوه. المسلمين فجروا التماثيل بتاعت الاله بوذا في افغانستان. ده صحيح. فما كان من البوذيين ان هم يقتلوا في المسلمين اللي في دينهم تشريع على تفجير التماثيل بتاعت الهتهم. على مبدا عين بعين وسن بسن بقى. طبعا احنا بننكر طبعا موضوع القتل وموضوع الذبح وموضوع الحرق وكده، بس ما مين البادي؟ مظبوط، وهم اللي شجعوهم على كده. انتوا اللي فعلتوا يا 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 عبد الرسول سياف ويا ابو رهان الدين رباني ويا قلب الدين حكمة طيار وعبد الرسول دوستم، انتم الذين وضعتم القاعده في ان البوذيين اضطهدوا المسلمين في بلدهم. ده صحيح، صحيح. ردا على يعني مثلا مثال برضه مش عايز اخد وقت كتير، مثال ماذا لو فعل احد من البوذيين ان هو مثلا ايه بعت صاروخ وهدم الكعبه؟ وده سيحدث يعني عاجلا او اجلا هيحدث، يعني هو خلاص يعني العبادات الوثنيه بتاع تقبيل الحجاره والحجر الاسود والطواف بحجاره وتقبيل الحجاره ورمي حجاره على حجاره، وبعد كده السلطات الصالحه تاخد الحجاره اللي اترمت على الحجاره تروح ترجعها مكانها في مزدلفه، ويجي المسلمين تاني ياخدوها من الحته يروح يرموها بيها الحجاره اللي هي كانت موجوده حجاره في حجاره. في حجاره في حجاره، والسلطات السعوديه وال سعود بيضحكوا على المسلمين. صحيح. الحجاره اللي رموها يرجعوها مكانها تانية مزدلفة، والناس التانية يجي في حج تانية ياخدوها يرموها برضو على نفس الحجارة. مظبوط. ايه العبث اللي احنا عايشينه ده؟ مظبوط، صحيح. ايه العبث ده؟ مظبوط. فالبوذيين يعني لو احنا بنلوم عليهم في قتل المسلمين، بس ليهم وجهة نظر في ان انتوا دمرتم الالهة بتاع، احنا بنعبد صنم، انتوا مالكم ومال الصنم بتاعنا؟ مظبوط، مظبوط. فبنرد عليهم بده الحكم. الرسالة الثالثة بعد إذنك آخد دقيقتين كمان. اتفضل، اتفضل حبيبي. الله يباركك يا رب. وأنا أنا مش عارف، أنا بشوفك في التلفزيون يعني بكون مكتئب وبكون متوتر وبكون قلقان، بشوفك ده كفاية عليا ديت الحقيقة، لأن المسيح الذي فيا يشع سلاما على الكل. صدقني وأنا هتعمد في اليومين اللي جايين. أنا بشكرك يا أبو بكر، وبشكر مشاركاتك الفعالة والقوية والرائعة، بركة كبيرة خالص خالص يا أبو بكر، واختبارك الرائع، ربنا يزيدك من كل نعمة. أنا بفخور بيك وسعيد جدا أنا أسمع صوتك. شكرا.